إن الحيثية في قوله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، لا تختص بشخص الرسول صلى الله عليه وسلم من بين سائر الناس، ولا تختص بزمانه من بين الأزمنة، ولا بقومه العرب الذين يشكلون القاعدة الأولى لحمل الرسالة وبيانها من بين سائر الأمم، ولا تختص بجغرافية المكان دون سائر الأمكنة، ولا تختص بلغته وقدرتها على الاستيعاب والاستجابة والإبانة دون سائر اللغات، وإنما تشمل ذلك كله. فالله أعلم حيث يجعل رسالته نبيا وزمانا ومكانا وقوما وأرضا ولسانا، لما يتوفر في ذلك كله من الخصائص والصفات التي تجعلها محلا لذلك. لغة القرآن وخير نبي سنها الروح.